لفت نظرك ايه تاني جوه العالمين؟ يعني من المشاهد اللي انت ما كنتش متخيل ان هي ممكن تكون بالشكل ده. ان هي لكل الفئات يعني دي دايما. نقطة مهمة جدا جدا جدا. ولا حتى سمعت اول لنا. ما جيت انت بتقولي هو ايه ده، هو في ناس، كان في ناس نازلة في المية هنا ورانا، فبتقولي صح. ده هو في ناس جاية دلوقتي. في بص دايما اي بلد لما تيجي تتطور او معظم البلاد دايما بتخاطب المجتمعات الخارجية او الفئة الغنية عشان اقدر اشد الاقتصاد او المستثمرين. يعني الحاجات اللي انت كنت بتنقلها، عشان كده انا شكرتك فعلا وكلام حقيقي، ان انت كنت بتنقل الصورة يا ابراهيم مش لواحد مستثمر، انت بتنقل الصورة للمجتمع، ودي اهم حاجة. خلي بالك اللي ما عندوش خير في اهله مش هيبقى عنده خير بره، فانت بتنقل الصورة بجد، الصورة بجد ان انت هل الفئات الغنية هي اللي تكون موجود في اي مدينة. يعني انت دبي مثلا، لازم ادي امثلة دايما للناس عشان توصل لها. الحياة هناك حلوة وغالية وممكن حد يكون غير مقتدر يقدر يروح هناك، لكن انت عندك هنا، انت رايح في الطريق ده، انت رايح في الطريق اللي انت شايف مباني كبيرة جدا، فنادق على اعلى مستوى، فئات. انا اول ما دخلت دلوقتي بقول لك هو ده بجد، يعني ده اللي احنا فيه ده يا جماعة، ده شاطئ عام على فكرة، يعني ده شاطئ عام اي حد ممكن يجي. فبقول لك هو ده بجد فعلا، وفي ناس لو الكاميرا جابتهم، في ناس بتستحمى وبتنزل البحر ورانا، وفي ناس مجموعات بتيجي زي ما انت شرحت قبل كده. فلا، انت كل الفئات، اللي معاه فلوس عاوز ينزل في فندق كويس ويقدر يستمتع، اوكي. الشخص المتوسط، اوكي. الشخص الاقل من المتوسط، اوكي. انت في الاخر هو البحر ده للجميع، المكان للجميع، الحياة صحيح للجميع. صحيح فعشان كده انا عاجبني جدا ان انت وانت بتعمل حاجة انت بتفكر في الكل، ما مظبوط بتفكرش في فئة معينة. صحيح.